مشاهدي قناة القلم الأعزاء، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الاستثنائية من متابعة عن قرب، والتي تندرج في إطار استجلاء أهم المستجدات الطارئة في الوضع الدولي والوطني. وفي هذا الصدد يحضر معنا الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور أشرف العيادي، وللتطرق لما تداوله الشارع السياسي والفاعلين الاقتصاديين من تفاقم للوضع الاقتصادي وبلوغه حد الأزمة حسب تعبير البعض. مرحبا بك دكتور أشرف. أهلا وسهلا بك، مرحبا. شكرا. إذن للتذكير، الدكتور أشرف العيادي هو خبير مصرفي ومالي لدى البنوك الأوروبية، وهو مقيم بالعاصمة الفرنسية باريس، وهو أيضا محلل في الشؤون المالية والاقتصادية لدى عدة قنوات تلفزيونية وإذاعية دولية. إذن بعض التخفيض في الترقيم السيادي من قبل وكالة ستاندرد أند بورز، هل فعلا أن البلاد التونسية تعيش أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد وهيكلية ماليا واستثماريا وفي منظومة الاستهلاك؟ إذن دكتور أشرف، هل أن بلادنا كما يروج إعلاميا على شفا الانهيار الاقتصادي؟ وإن كان الوصف بالتأكيد، فما هي تجليات هذه الأزمة الاقتصادية؟ وما هي السياسات الوطنية وارتباطاتها بالوضع الدولي؟ هو يجب قبل كل شيء أن نقوم بتوصيف دقيق لما معنى الانهيار الاقتصادي. الانهيار الاقتصادي يعني أعج الدولة على دفع أجور موظفيها وعلى ضمان دفع أجور المتقاعدين، أعجز الدولة على دفع أقساط القروض وفوائدها بالنسبة للدائنين، هذا في مرحلة. طوابير الانتظار ونقص كبير في السلع التموينية وفي السلع الأساسية للاستهلاك الداخلي، والانهيار السريع للعملة الوطنية أمام أبرز العملات. هو الحقيقة تقال اليوم لم تفلس الدولة التونسية، الدولة التونسية لم يعني قادرة على الإيفاء بتعهداتها إلى حد الآن. ولكن دكتور، أيضا الوزير إلياس، وزير المالية إلياس الفخفاخ، في تصريح له على إذاعة خاصة ذكر أن الوضع الاقتصادي للبلاد حرج. نعم، هو الوضع الاقتصادي حرج بسبب طول مدة المرحلة الانتقالية، بسبب التجاذبات السياسية، بسبب عدم وضوح مدى أقصى للانتخابات يعني إيجاد حكومة مستقرة قادرة على وضع سياسات اقتصادية واجتماعية ومالية مداها 4 و5 سنوات، لأن الإصلاحات الهيكلية التي هي مطلوبة بعد الثورة اليوم في تونس هي إصلاحات تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى استراتيجية. نحن اليوم في تونس في مجال من المناورات التكتيكية، يعني مناورات مداها بضعة أسابيع وبضعة أشهر، ولكن يجب أن نضع أنفسنا في آفاق يعني مختلفة تماما للقيام بإصلاحات هيكلية وبإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تونس. كما قلت لك، نحن لسنا على باب الإفلاس، لكن خزينة الدولة تشكو من صعوبات كبيرة، لسنا نشكو من طوابير في السلع الاستهلاكية، ولكن لدينا مشاكل في التهريب ولدينا مشاكل في فرار السلع إلى بلدان الجوار على حساب الاستهلاك الوطني. الدينار لم ينهار ب 40 أو 50% في بضعة أسابيع، لكنه فقد 10% من قيمته أمام اليورو في سنة، وهو كثير وكثير جدا لارتباطنا الكبير ب يعني التجارة مع الاتحاد الأوروبي. بالفعل دكتور، وأوروبا هي الحريف والممول رقم واحد لتونس. بالطبع بالطبع، هو في الحقيقة هي الحريف الأول على مستوى التصدير والاستيراد، وبالتالي نحن بحاجة إلى عملة اليورو لدفع الفواتير بالنسبة لمن نورد منهم، ولكن هذه الفواتير ويعني العملة الصعبة الموجودة لدى البنك المركزي تتكون وتتشكل من خلال عمليات التصدير التي نقوم بها. لكن على مستوى الدين الخارجي، الحق يقال أنه الدولار له وزن ممكن أكبر من اليورو في حسابات الدولة التونسية، وبالتالي فأنه على البنك المركزي أن يكون له رصيد لا بأس به من العملة الصعبة متوازن بين الدولار، ليتم دفع يعني أغلب القروض للبنك الدولي، للصندوق النقد الدولي، أيضا القروض التي تأتي من دول الخليج كلها يعني تأتي أغلبيتها بالدولار.
بالنسبة لليورو طبعا لدينا علاقات مع البنك الأوروبي للاستثمار ومع الوكالة الفرنسية للتنمية وما إلى ذلك، وهذه القروض التي نتحصل عليها عن هذا الطريق هي قروض باليورو. بالفعل دكتور، نحن قلنا أن أوروبا هي الحليف رقم واحد لتونس، لكن أوروبا أيضا ما زالت تعاني من سياسة التقشف. ما مدى تأثير سياسة التقشف هذه على اقتصاد تونس؟ نعم، هو في الحقيقة نحن نحمد الله على أن قنوات العدوى بالنسبة للأزمة المالية 2007-2008 بين أوروبا وتونس ليست قنوات مالية، لأن الدينار ليس محررا، وبالتالي لا يمكن لتونسي أن يشتري يعني أن يشتري يعني سلع يعني أن يستثمر في الأسواق المالية الخارجية بكل حرية. وبالتالي فإن قنوات العدوى كانت قنوات اقتصادية، لأن حرفائنا وأيضا يعني كل من المتعاملين مع المؤسسات الاقتصادية التونسية هم الذين يشكون من صعوبات اقتصادية، وبالتالي تنقص فرص التصدير، بعض السلع تفقد الأوروبية تفقد تنافسيتها مقابل سلع أخرى صينية أو ما إلى ذلك. أيضا دكتور، ليس هناك تنويع معناه على مستوى المنتوج وعلى مستوى الصادرات معناه؟ هو احنا مرتبطين على مستوى الصادرات ببعض القطاعات الحيوية اللي هي السياحة، اللي هي الاستثمار المباشر الخارجي والفوسفات، والثلاثة قطاعات هذه اليوم تشكو من صعوبات كبيرة. على مستوى المستوى السياحة طبعا بعد عملية الاغتيال الأولى تحسنت الأوضاع نسبيا شهر ماي وشهر جوان وأوائل جويل، يعني الأرقام الأولية اللي كانت متوفرة تقول إنه الموسم السياحي مش يكون طيب، لكن بعد الاغتيال الثاني للأسف الشديد طبعا العديد من الـ 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 يعني الحجوزات تم إلغائها، يلزمنا ننتظروا أواخر أوت أواخر سبتمبر باش نعرفوا الأرقام بالضبط. بالنسبة للاستثمار الخارجي يعني الاستثمار الخارجي انهار تماما، لأنه ثقة المستثمرين بتونس كوجهة استثمارية تزعزعت خاصة مع الترقيم السيادي، والفوسفات كما نعرفوا إضرابات متتالية في شركة فوسفات قفصة وضعت القطاع للأسف في منحدر خطير. تو نعود لها النقاط هذه بالتفصيل فيما بعد دكتور، لكن باش نغلق القوسين هذوما نحب نرجع لحكايه الانهيار الاقتصادي. احنا بقي بيننا وبين المستوى الذي كان بدايه اعلان افلاس اليونان فقط زوز درجات، معناها يمكن ان نتخطاهم في الترقيم خلال التصنيف القادم خلال في ظرف 3 اشهر. هو احنا ما زلنا على السلم ستاندر امبور درجتين على اليونان لما اعلنت افلاسها، لكن ما زلنا درجه في موديز ونوليو عندنا نفس الترقيم السيادي كبنغلاديش كالسلفادور وبلدان وكانغولا. ما هي العلاقه بين تونس والبنيه التحتيه في تونس ومستوى التعليم في تونس مع هذه الدول اللي هي دول فقيرة أو تشكو من صعوبات اجتماعية كبيرة؟ سلفادور واحد من أعنف البلدان، من مستويات نسب الجريمة فيه هي من أعلى النسب في العالم. أنغولا بلد أفريقي يعني يعيش فقط على بعض الموارد البترولية، يعني لا مجال للمقارنة مع يعني لا مجال للمقارنة. يجب، وبالتالي وأنا صرحت في الأشهر السابقة في الإعلام وقلت بأنه يجب على الحكومة أن تصرح بخطة العمل التي تعتزم القيام بها يعني للخروج ومواجهة هذا الوضع. هذا كان في أواخر ماي لما موديز قامت بتخفيضنا درجة، وبعد ذلك كنا لم نسمع الكثير من التعليقات ولم نسمع عن خطة عمل، وهو تخفضنا بدرجتين ستاندر أمبور. لو سمحتي فقط إضافة بسيطة، يجب أن نتعظ من تجربة اليونان وإسبانيا والبرتغال. نحن اليوم ترقيمنا السيادي يقترب كثيرا من الترقيم السيادي للبرتغال. البرتغال تقترض على الأسواق المالية اليوم على الأسواق المالية ب 6.45% على 10 سنوات، وهو يعني نسب فائدة كبيرة جدا. وأعتقد أن الإصلاحات والتقشف الذي تعيشه اليونان وإسبانيا والبرتغال يجب أن يعطينا فكرة على ما ينتظرنا لو وصلنا في هذا الطريق دون خطة
عمل واضحة للخروج من المأزق. واضح دكتور، خلينا نقدمه بالحوار وعنا خرجنا للشارع، كاميرا القلم انتقلت للشارع التونسي وحاولت انها ترصد واقع الاقتصاد في عيون المواطن البسيط. نشوفوا الفيتيار هذايا ونرجعوا بعضنا. انت تشوف اللي تونس قاعده تمر بازمه اقتصاديه؟ ازمه كبيره، ازمه كبيره ياسر. احنا في تونس ما احناش مرتاحين. هي شنو اسباب الازمه الاقتصاديه حسب رايك انت؟ الحكومه، الحكومة غير قادرة باش تقوم بالبلاد هذه. أسبابها هو فشل الحكومة، معناها ما فيهاش حتى مشكل. الحكومة هذه من اللي جات ما عملت شيء، وأسباب كبيرة ياسر، معناها ظهرت اللي هي فاشلة ما لازم حتى شيء، لازمها تتعوض. سيك تطيح الحكومة هذه زعما عندها رأسها سحرية، الحكومة الأخرى باش تطلع البلاد الاقتصاد. أو عبيد بيق فريدة ولا على 10,000 فرنك قيادة، فهمتي؟ على 10,000، شنو الوضع الباهي؟ اش باش تخدم تو؟ ياسر تحس بالوضع متدهور برشا. تشوفوا في أزمة اقتصادية على البلاد كاملة، على تونس وعلى كامل الجمهورية. والله الأزمة الاقتصادية هي عالمية، صح معناها تنجم تقول عالمية، وتونس كباقي الدول، معناها وزيد الظرف الخاص نتاع تونس، معناتها أزمة عادية، معناها مشكلة الثورة ومعناتها وبعد الثورة وكل شيء، أزمة منتظرة أكوا. الثورة اللي صارت والانقلاب والكل كله تابع بعضه، الكل يهز الاقتصاد نتاع البلاد. من الثورة هي لازمة موجودة في كل هذه، مهما ثورة بتصير لازم تصير أزمة اقتصادية، ومعناتها أزمة كاملة وشاملة. أزمة كبيرة ياسر زادة. هاو هاو هاو، تونس خاضت تمشي ما تلقى حتى شيء، حركة قائمة، اقتصاد قائم، عيادات، جميع المجالات كلها لاباس عليها. ولو اني انا مانيش فان دافير، اما تونس تمر بازمه اقتصاديه. الاسباب الموضوعيه نتاع الازمه الاقتصاديه هو الانتقال الصعب، هالولاده الصعيبه هذه نتاع الانتقال الديمقراطي ما هياش سهله، معناتها ترمي بنتائجها على جميع القطاعات. اذا احنا اللي يحب مصلحه البلاد يزم يراعي هالجانب هذا، هالتحول الديمقراطي هذايا يراعيه باش نمروا لبناء الدولة الديمقراطية، نمروا بها بسلام. وكو الأسباب كون البلاد، ما تصور أنت الواحد كان مستقر وتوا تبدل الحكم، تبدلت الظروف كلها، تبدلت على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على برشا مستويات كل شيء تبدل. يزمنا نزيو من الاعتصامات، يزمنا نخدم على روايحنا، وماذا بينا ماذا بينا ماذا بينا شوية شعب يتلهب بالخدمة، يلوح علينا من الاعتصامات ومدري شنو ومدري شنو. هذو الضربات وهذو الاعتصامات وهذه بوردو والقصبة والكل، لازم الكل تنهى، لازم التونسي يحط يد في اليد، ولازم العباد الكل تخدم على روحها وتتحمل مسؤوليتها، وهذا الانفلات الأمني الكل، لازم نحن التونس نوقفوا لبعضنا ونعاونوا بعضنا. احنا نحبوا تو ضد الاعتصامات، الاقتصاد قاعد منهار، نحبوا البلاد تشتغل للأجيال القادمة، هذا نحبوا صغارنا يعيشوا في امان، حبوا الاستقرار. اسباب نتاعها والله العظيم المشاكل اللي قاعده تصير هذه ماهيش عاديه حتى ظرف، فهمتني؟ والبلاد قاعده التالي ليس القدام. هم يحبونا نخدموا وما يخلوناش نخدموا ميم طون، فهمت ولا؟ احنا كان نصابه يجون الشرطه ويجون كل شيء، وبرا امشي روح وما تخدمش وطلع شنو؟ اش ناكلوا احنا؟ كل حزب يحب يحكم وحده، فماش يد وحده، ما فماش، كل واحد رايه، كل واحد كيفاش يحب تمشي. 145 حزب باش يعملوا افار البلاد، والغيوري موش غيورون على البلاد، احنا وطنيين وخدمنا ونحبوا تونس، فهمت ولا؟ خدمنا باقل الاثمان واقل الفلوس وراضيين، فهمت؟ نحبوا بلادنا، ما عمرنا ما قرفنا، فهمتي؟ الاقتصاد طايح. راهي موجود الخدمه في تونس، اما خليونا نخدموا. معنا مانيش طالبين من الحكومة ولا من الناس اللي شد لا نهضة ولا مؤتمر ولا اعتصام الرحيل ولا حتى أحد، طالبين حاجة برك، خليونا يرحم والديكم نخدموا على روحنا. هذه الطبقة الشغيلة الكادحة، الناس المزمرة اللي كيفنا، والله لا لهين حتى بشيء، لا لهين لا اعتصامات، لا لهين مظاهرات، لا لهين. نحبوا ربي، نخافوا ربي، ونحبوا نخدموا على روحنا، ما عندناش حاجة أخرى. علاه ما يسمعوش بعضها؟ علاش أنا كي ننزل أنت معناها أنا طيح شوية وأنت طيح شوية، علاه ما تصيرش؟ مش ينقص مني احنا كي نتفاهموا؟ ماك تحب تونس انت ولا ناحي الفلوس وناحي المناصب؟ اجي نحكي انا وياك، انت شويه وانا شويه، خلي تيقف البلاد وبعد نتحاسبوا، وبعد نتحاسبوا. اما كيما هناك كل واحد يحب روحه، وي شكون مش يضر؟ احنا مش نضر وراه، نشوفوا حل العباد الكل، يعني المسؤولين الكل نشوفوا حل مع بعضنا. يعني حل يلزم التوانسه تتعاون مع بعضها، ويلزمها معناتها تكون متفاهمه وكل شيء باش يوصلوا معناتها الحل ان شاء الله، معناتها تتحسن الوضعية وتريق الاقتصاد، تريق تونس معناتها تركح وتتريق. كان الناس كل توعى معناتها ويعمل
اللي هو مسؤول عليه، معناتها انا عندي خدمه مسؤول عليها لازم نخدمها. كان كل انسان هكا راهو نتقدم ان شاء الله ولا باس، ما فما حتى مشكله. أعزائي المشاهدين، نعود لاستكمال حديثنا مع ضيفنا اليوم الدكتور أشرف العيادي. إذا دكتور، كان هذا رصد لآراء الشارع التونسي، وكان هذا تقييمهم العامي للأزمة الاقتصادية في تونس، كان هذا تقييم المواطن العادي، المواطن البسيط اللي أهم حاجة يخمم فيها هي كيفاش الأمن والاستقرار الاقتصادي في البلاد يتحقق، باش في الليل يرجع وقفته مليانة وجيبه مليان. إذا كان هذا التقييم العامي، ما هو تقييمكم الأكاديمي مبسط للأزمة الاقتصادية، وما هي ملامح الاقتصادية للسياسة، ملامح السياسة الاقتصادية في تونس؟ هو في الحقيقة المواطن البسيط عنده الحق. المواطن البسيط ما غير ما نقول له أنه مستويات التضخم في تونس وصلت ما فوق 6.4% رسميا، لكن مستويات التضخم في بعض السلع الاستهلاكية الأساسية تتجاوز 10%، مما لا شك فيه، والعديد من الخبراء يعني متأكدين رغم أنه الأحصائيات الرسمية ما تثبتش. لكن قفة المواطن هي الفيصل، قفة المواطن اللي يمشي يقضي وشهريته ما تكفيش، معناتها هي اللي تقول لك، وإلا وقت اللي هو يلزم نفسه بسياسة التقشف. المشكلة أنه التضخم المالي هذايا هو اللي ضعف القدرة الشرائية للمواطن، وضعف القدره الشرائيه للمواطن هي النقطه الاولى اللي يحس بها المواطن انه ثم ازمه اقتصاديه. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه، المواطن وقت اللي يمشي باش يشري سلعه معينه، اول حاجه يلقاها ناقصه او يلقاها مقطوعه، والا يلقى السعر نتاعها تضاعف مرات مقارنه بشهرين او ثلاثه التالي. هذه زاده من ملامح الازمه اللي يلاحظها المواطن. لكن زاده المواطن كيف يحاول انه يخمم ويقول علاش، منين جات الشيء هذا؟ طبعا التوصيف الصحيح هو الوضع الامني، لانه راس المال جبان طبعا، وراس المال ما يمشي كونشي وين يلقى استقرار امني واستقرار قانوني. احنا اليوم في تونس مرينا فتره اللي الامن ما كانش منتشر بالشكل الكافي، او انه كان ثم تساهل مع بعض المظاهر، واليوم احنا قاعدين ندفعوا في الثمن. لكن زاد على مستوى الاستقرار القانوني، احنا مازلت ما عندناش دستور. الدستور هو يعني الجذر نتاع كل القوانين اللي تندرج عنه. قاعدين يحضروا في معناتها مجله للاستثمار، لكن هل توما خرجت؟ وبالتالي المستثمر الخارجي ما يعرفش شنو هي ملامح السياسه الاستثماريه في تونس، واحنا في مرحله انتقاليه. بالتالي شنو هو الحاجات اللي نجموا معناتها نعطيو فيهم الثقه 100% للمرحله الانتقاليه؟ شنو الحاجات اللي لازم المستثمر يستناهم من بعد؟ في اعتقادي العديد من المستثمرين اجلوا الاستثمارات نتاعهم الى ما بعد، وايضا المواطنين يحسوا بانه ما ثماش كل شيء ماهوش متوفر، والاسعار غلات. ونجم نعرجوا على حكايه التضخم اللي نجم نفسر لك بطريقه ابسط علاش احنا وصلنا للمرحله هذه. الدكتور، قبل ما نوصل لهذاك، بالنسبه للجانب الامني، عدم الاستقرار الامني ينجم تكون عنده عواقب وخيمه. علاش؟ على خاطر تونس قاعده تنتظر في القسط الثالث اللي باش يدفعوا معناها البنك صندوق النقد الدولي اللي احنا في انتظاره في شهر سبتمبر المقبل. هل احنا معنا ثم امكانيه انه ما يدفعش القسط هذايا نظرا لعدم استكمال الشروط اللي تخلي صندوق النقد الدولي تعطينا القسط هذايا؟ هو صحيح، هو النقطه هذه مهمه جدا، وهي النقطه اللي مش تكون على حد معناتها نظرتي وصرحت بذلك في الاعلام، انه لو صندوق النقد الدولي يعمل عمليه الجرد للأشياء اللي ينتظر من الحكومة أنها تحققها من هنا حتى لآخر سبتمبر، وأنه الجرد هذايا مش يكون سلبي، فإنه صندوق النقد الدولي ما ينجمش يدفع لك القسط الثالث اللي هو تقريبا 350 مليون دولار، واللي هو يعني ضعف الزوز أقساط اللي خذيناهم المرة الأولى. لأنه القرض احنا اللي خذيناه من عند صندوق النقد الدولي متاع 1.78 مليار دولار ما عطاوهناش الكل، يعطيونا بالقسط بالقسط على اساس انه احنا مش نحققوا اهداف رسموهم للحكومه التونسيه، وهما اهداف على مستوى اصلاحات في القطاع المصرفي والمالي، ثم اصلاحات على مستوى الجبايه،
ثم يلزم مجلة الاستثمار يتم الاتفاق عليها، يجب يعني هنالك العديد من الشروط التي يجب تحقيقها، لكن كما تشوفوا الصيفة هذه قعدت في إطار المناورات السياسية والتجاذبات ولعبة شد الحبل، وهذا طبعا على حساب الاقتصاد التونسي، لأن الحكومة اللي فيها أطراف سياسية، احنا لمدة شهور كان السؤال حكومة هل يجب أن يكون الوزير كفاءة تقنية أو يجب أن يكون الوزير كفاءة سياسية؟ عبيد تقول لك لا يجب، هذه مرحلة سياسية بامتياز يلزم سياسيين، وناس أخرين يقول لك لا البلاد في مرحلة حرجة لازم الناس تقنيين ويعرفوا الدوسيات وما إلى ذلك. احنا اليوم عندنا القيادة متاع الدولة هي قيادة سياسية، وبالتالي السياسيين وقت اللي ما يتفهموش مع بعضهم، كل وزير عنده بروفيل سياسي مش يسيب الوزارة متاعه، مش يتفاوض، مش يحاول انه يلقى حلول سياسية ولعبة البيع والشراء، وهذا على حساب للأسف الشديد بالفعل. دكتور، هنا المعارضة التونسية تلوم يعني تعيب على حكومة الترويكا انه ليس لديها برنامج اقتصادي على الأقل، أو على الأقل حلول سريعة لمعالجة ثقل الأزمة الاقتصادية حسب تعبير البعض، إلى أي حد يصح هذا القول؟ هو معناتها لا يمكن أن تلوم حكومة الترويكا لأنه ما عندهاش حلول. هل أن المعارضة حلول؟ ليس المعارضة حلول، لكن مسؤولية الترويكا في أنه طالت المرحلة الانتقالية أكثر من اللازم. لو أنه بقينا إحنا في إطار المرحلة الانتقالية وخرجنا منها سريعا، راهو ما نوصلوش الحد اللي احنا توا يعني ظهرنا لحيط، ما عادش عندنا هامش مناوره. انا قلت وصرحت سابقا انه الاخطاء الاقتصاديه والاخطاء في السياسه الاقتصاديه من قبل قدوم حكومه الترويكا، يعني كان ثم تخبط وخرجنا من ثورة، وبعد 14 جانفي ثم نقطة هامة زادة، سمحني دكتور، بالنسبة للحكومة هي حكومة انتقالية، معناها هي حكومة تصريف أعمال، إذن معناها ما نتصورش بمعنى أنها ما هيش مطالبة أنها تقدم على الفور مشروع اقتصادي. هيك لو أنها بقات في السنة الأولى، أنا السنة الأولى من بعد الثورة أشرف العيادي لم يسمع له صوت. ليه؟ علاش؟ لأني أنا كنت نعتبر بأنه الحكومة في مرحلة انتقالية يجب أن يترك لها المجال أنها مثال حتى أنها تغلط، ما ثم حتى مشكل. لكن منذ أن دامت أكثر من سنة وما عطاتش أمد سياسي واضح للانتخابات القادمة، فإنه ميزان الحكم على عمل الحكومة اختلف. ما عادش نحكم على الحكومة على أنها حكومة انتقالية، هذه حكومة نجم تقعد سنتين وثلاث سنوات، وبالتالي لازمك تحكم عليها بطريقة مختلفة، تحكم عليها كما نحكم على حكومة منتخبة شرعية عندها يعني أمد وعندها مندا متاع 4 أو 5 سنوات، وبالتالي قادر على أنها تقوم بإصلاحات هيكلية عميقة. وهذا شو تحب الحكومة، بما أنه وزير المالية يصرح يقول أنه يحب يقوم بإصلاحات على مستوى الجباية، يحب يقوم بإصلاح جذري لمجلة الاستثمار، قام بسن قانون جديد للصكوك الإسلامية، يعني هذه أمور هيكلية ما كانتش عندنا قبل. ومن معناتها من اللحظة أنه حكومة تضع نفسها في وضعية إنها مش تمس الهيكلي وإنها مش تطول أكثر من مدة معينة، فالطريقة اللي نحكم بها عليها مش تختلف. إذن دكتور أشرف العيادي، خلينا نشوف روبرتاجكم نبيه مع بعض المعنيين بالشأن الاقتصادي، سألناهم فيها على الأزمة الاقتصادية وعلى السياسة الاقتصادية لحكومة الترويكا. نشوف الروبرتاج ونرجع بعد كم حديثنا. سيل هادي، إلى أي حد يمكن اعتبار تونس في وضعية أزمة اقتصادية؟ فالوضع السياسي العام في البلاد والوضع الأمني خصوصا اللي يعتبر من الأشياء الغريبة على بلادنا، فالاغتيالات اللي حصلت في بلادنا سواء كان السياسيين شكري بالعيد ومحمد إبراهيمي وللعسكريين والأمنيين منا في مختلف المواقع، أثرت تأثير كبير على النمو الاقتصادي ببلادنا، بل أثرت سلبا
على الوضع الاقتصادي العام. المعهد الوطني للإحصاء يعني المؤشرات اللي قدمها في المدة الأخيرة تقول اللي خلال السداسي الأول معناتها من سنة 2013 ثم نسبة نمو على المستوى الوطني تقدر ب 3%. 3% مقابل 4.5% اللي هي معناتها التقديرات. دونك احنا على المستوى الوطني حققنا نسبة نمو تقدر ب 3% مقارنة معناتها ب 4.5% كتقديرات على مستوى النمو. يعني نسبة النمو هذه هي تعتبر نسبة نمو متوسطة، ما هيش نسبة نمو معناتها نمو اللي هي كنا نطمحوا باش نحققوها على المستوى الوطني لعديد اعتبارات، منها الإشكاليات اللي وقعت على المستوى خصوصا في الثلاثية الأولى ومعناتها المتعلقة بالوضع السياسي ومعناتها تغيير الحكومة في الثلاثي الأول. أي واحد يلاحظ الواقع اللي تو نعيشوا فيه في تونس اقتصاديا بغض النظر على سياسيا أو اجتماعيا مش يشوفوا أنه جميع المؤشرات تدل بدون أدنى شك على تردي الوضع الاقتصادي في تونس. هذا بالطبيعة مش يخلي التونسي العادي متوسط الدخل ما ينجمش يصرف كما قبل، ما ينجمش يشري معناها مستلزماته كما قبل. هذا بالطبيعة مش ينعكس على السوق اللي باش يجيب السلعه ما يلقاش شكون باش يشري، دونك ماشي هو بطبيعته ماشي يكون عنده مشاكل من ناحيته. فالامور مترابطه ببعضها، فما نسبه البطاله اللي بالرغم من انها تجاوزت 18% في بعد مباشره بعد الثوره التويكة هي في حدود 16 تقريبا في المئه، لكن هذا ما يمنعش وانه المؤشر هذايا 16% هي نسبة عالية جدا. الشيء اللي يخلي معناها تنجر عليها بعض المشاكل الاجتماعية. فالحالة الاقتصادية في البلاد متردية لدرجة وأنه انعكست على الظروف الاجتماعية. الوضع الاقتصادي من منظوري أنه وضع صعيب بحكم الظروف اللي عايشتها البلاد، ما واحد يقعد ديما متفائل وإن شاء الله في معناتها نطاق وكالة النهوض بالصناعة واحد معناتها عنده الامل ان شاء الله باش تونس تتجاوز هذايا الكل وننهضوا بالوضع هذايا ونتعاونوا اليد في اليد ونكونوا متحدين باش نعاونوا بعضنا وننهضوا ببلاد تونس. اذا مشاهدينا الكرام كانت هذه بعض اراء البعض المعنيين بالشان الاقتصادي في تونس. دكتور شنو تعقيبكم على الاراء هذه؟ لا هو ثم الكثير من الامور اللي نعتقد انها توصيف صحيح للوضع. حبيت فقط نعرج على نقطة معينة على نسبة نمو بالنسبة للسداسي الأول متاع 2013 3%. أنا نحب نذكر بحاجة، نحب نذكر بأنه قانون المالية اللي تم الاتفاق عليه في المجلس التأسيسي ونعمل به اليوم، الفرضية متاعه الأساسية نسبة نمو ب 4.5%. الأربعة فاصل خمسة بالمئة هي في حد ذاتها نسبة نمو غير كافية باش نخلق مواطن شغل اللي تمكننا من تغطية النسب البطالة المرتفعة اللي عندنا. النقطة هذه سمحني دكتور، حسب تصريحات الوزير المكلف بالهجرة السيد حسين الجزيري قال من بين الحلول اللي شافها قال إنه ألمانيا في حاجة إلى مليون يد عاملة، هل هذا حل للبطالة؟ هو سي حسين الجزيري انا ما نتفقش معاه ان نخلق جبهات جديده للهجره. احنا في تونس بالنسبه للجاليه المقيمه في الخارج عندنا 1.2 مليون في الخارج، منهم تقريبا 600,000 في فرنسا، اوكي، 180,000 في ايطاليا، 110,000 في المانيا. انا ما نتخيلش انه الرقم ينجم يرتفع من 110,000 لمليون في وقت سريع. هذا من جهه. من جهة أخرى أنا نحب نوجه يعني رسالة للرأي العام، نقول لهم وللسياسيين أيضا، نقول لهم أنه التصريحات المناوئة لفرنسا هي غير محسوبة، لأنه عندك جالية اللي هي وسيلة ضغط ليك، ما لازمكش تعزلها، لأنه 600,000 تونسي الموجودين في فرنسا أكثر من نصفهم تقريبا، وإن كانت الإحصائية غير رسمية، أكثر من نصفهم عندهم الجنسية الدوبل ناسيوناليتي، وبالتالي هما زادة ناخبين في بلد الإقامة.
يعني ما لازمكش تضحي بالعلاقات الاقتصادية وبوسيلة الضغط اللي عندك على فرنسا في إطار التعبيرات الغريبة اللي سمعناها، الحثالة الفرنكوفونية وأيتام فرنسا وما إلى ذلك وما إلى ذلك. يعني اللي تعتبره أنت نقطة ضعف عندك اقتصادية وسياسية تنجم تولي قوة، معناتها نقطة قوة. لكن للي يفهم وللي يعني يعتقد أنه تنجم تكون العملية هذه معناتها في صالح الدولة التونسية. حبيت نقعد في حكاية النمو. احنا النمو كنا نحبه على 4، معناتها عملنا الميزانية متاعنا على أساس 4.5%. يظهر لي أنه الناس فرحانة بأنه احنا حققنا 3% في السداسي الأول. علاش لا؟ لازمنا نفرحوا لأنه عندنا زوز اغتيالات سياسية معناتها يسببونا مشكلة كبيرة، لكن يلزمنا ننتظروا نسب النمو اللي تنتظر فينا لآخر العام، لأنه أنا على حسب التقديرات اللي قام بها صندوق النقد الدولي واللي سوف يتم مراجعتها قريبا، يظهر لي نسبة النمو سوف تنخفض أكثر من 3% بالنسبة على مستوى العام. لهنا ما الذي يعنيه أنه نسبة النمو مش تكون أقل من 3%؟ يعني أنه ثم جزء من الثروة اللي كانت الدولة تتخيل أنها مش تحققها داخل العام اللي هي مش تحققها، وبالتالي كيف سوف يتم تغطية هذه الثروة؟ من خلال تداين إضافي. ولهنا مش وليو نمسوا مستويات تداين خطيرة وخطيرة جدا، وسوف تلقي بنا مستويات التداين اللي مش تكون أكبر من 50% لقدر الله إلى منزلقات التقشف يشبه كثيرا تقشف الدول الأزمة في أوروبا. بالفعل دكتور، وفي تصريح أخير ليك قلت أنه الدولة ممكن ما تلقاش باش تخلص الأجور في الآخر. لا، إذا صندوق النقد الدولي ما يعطيناش 350 مليون دولار في آخر سبتمبر على أساس أن احنا ما حققناش الأهداف اللي هو ينتظرها منا. واحد. اثنين، أنه النمو الاقتصادي وخلق الثروة في 3 أشهر اللي بعد التقييمات متاع 3%، يعني لأنه التقييمات من جانفي لجوان، لكن الاغتيال السياسي في جويليا، وبالتالي يعني جويليا أوت سبتمبر على أساس الموسم السياحي إلغاء بعض الحجوزات، على أساس أنه الاستثمار وقف تماما، شو النمو مش نحقوه؟ وبالتالي يعني طبعا مش واجهنا ثلاثي أخير في 2013 دقيق ودقيق ودقيق جدا. هي حتى وكالة ستاندرد اند بورز معناها كي علت تخفيض التصنيف تونس قالت انه يعكس الازمه الاقتصاديه، الازمه السياسيه اللي تمر بها البلاد حاليا معناها، واللي الازمه هذه نتمناو ان نتعداوها ونتعداو المرحله الحساسه هذه، على خاطر كما قلت لك القسط اللي نستناو فيه في شهر سبتمبر ما عادش عليه برشا وقت، 3 شهور ايضا باش نشوفوا الترقيم السياسي، التصنيف الجديد الترقيم السياسي بتاع تونس. اذا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نتخطاوا الازمه. ان شاء الله انا في شهر ماي او اخر شهر ماي لما موديز خفضتنا التصنيف نتاعنا ولينا BAA2، قلت للناس كل، قلت لهم، عملت تصريحات في اذاعات وطنيه، قلت BAA3 سي سلفادور وبنغلاديش وما لازمناش نطيحوا ما جاوبني حتى، ولكني تكهنت وقلت ما تكهنتش يعني ما لا يعلم الغيب الا الله، لكن قلت انه اذا الاوضاع تستمر بالطريقه هذه فانه سوف يتم تخفيض تقييم تونس مرتين من طرف وكالتين مختلفتين قبل نهاية السنة، وهو الترقيم الأولاني جاء من عند ستاندرد اند بورز بدرجتين، وأعتقد بأن فيتش اللي خفضتنا مرة برك سوف تحذو حذو ستاندرد اند بورز سريعا، وأنه ليس من المستبعد أنه موديز سوف تنتظر على الأقل كيف سوف يتصرف صندوق النقد الدولي أو آخر سبتمبر مع الوضعية في تونس لتقوم بتخفيض. يعني أنا كنت متفائل أكثر من اللازم لما قلت تخفيضين من وكالتين في آخر سنة، ممكن مش يكون عندنا 3 تخفيضات من 3 وكالات الأساسية في آخر عام. إذن كان هذا بالنسبة للأزمة السياسية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي، لكن أيضا هناك الثورة دكتور، الثورة ومسؤوليتها في تأزيم الوضع الاقتصادي. هناك معناها تعطيل لنسق الإنتاج والإنتاجية، تهجير لرؤوس الأموال، منع بعض رجال الأعمال من السفر وبالتالي منعهم مبادرة الإنتاج، الاحتجاجات اللي قاعدين نشوفوها معناها وما خلفت من احتقان اجتماعي. شنو رأيكم في هذا الكل دكتور؟ شوف، لو أنه مش نتسائلوا على كلفة الثورة قبل ما نقوموا بالثورة، ما نقوموش بالثورة.
وبالتالي أعتقد بأنه المسار الثوري لم يكن من الممكن إيقافه، أنه المسار الثوري كان معلل وكان الوضعية فيها احتقان اجتماعي كبير، وأنه الناس كيف خرجت للشارع راهي خرجت للشارع ثم عليش. صحيح أنه الوضع الاقتصادي معناتها الأرقام وترتيب تونس في التصنيفات الرئيسية في العالم طيب، لكن مشكلتنا احنا توزيع الثروة، ان هنالك بعض عائلات وبعض المنتفعين من النظام كانوا يستنفدوا في الثروات اللي تخلقها الطبقات الكادحة، وهذا يؤدي الى توزيع الثروة بطريقة غير عادلة، والتوزيع الغير عادل للثورة هو اللي واحد من اسباب الاحتقان. بعد الثورة انا من وجهة نظري انه الحكومات اللي تتالت بعد الثورة قامت بخطأ استراتيجي. خطأ الاستراتيجي هذية يمكن تعليله بالظروف وبالسرعة الكبيرة اللي كانت تفرضها عليهم الوضع باش ياخذوا قرارات، لكن هما اش عملوا مثلا؟ عملوا هيك أمل باش النظام أمل باش يعطيوا لبعض العاطلين على العمل حاملي جهاد بعض، لكن هيك تكلف الكثير والكثير. في الحقيقة الحكومات اللي جاءوا بعد الثورة حاولوا أنهم يمتصوا الاحتقان الشعبي من خلال شراء الصمت أو شراء السلام الاجتماعي والسلم الاجتماعي، وهذا كان خطأ. أنا بالنسبة لي أنا من منظور اقتصادي بحت، أنا الهدف متاعي الأول وقت تصير عندي ثورة هو أني نحافظ على أقصى ما نقدر على مواطن الشغل الموجودة وعلى قيمة الدينار، باش الناس اللي عندهم شهرية اليوم القيمة متاع الشهرية متاعهم تتواصل كقدرة شرائية هي نفسها. يعني أنه على عكس السياسات الاقتصادية اللي تمسنها أنه الأولوية متاعي ما تكونش التشغيل جديد، ما تكونش خلق مواطن جديد للشغل، لكن المحافظة على أكثر قدر ما يمكن على المستثمرين الخارجيين اللي عندي موجودين وعلى مواطن الشغل اللي موجودين لو انهم عملوا هكاك. لكن في المقابل عندنا نسبة كبيرة من البطالة دكتور، معناها بالنسبة للحاملي الشهادات العليا اضطروا حتى انهم يخدموا معناها اشغال ما تليقش بالمؤهلات والكفاءات العلمية اللي عندهم. لكن كما شفتوا في الريبورتاج بعض المعنيين بالشأن الاقتصادي أشاروا إلى أنه البطالة بعد الثورة ارتفعت، بالتالي هل أنه يعني أمل كان هو الحل؟ ما ظهر لي كان الحل، كان واحد من الحلول، لكن أنا كنت نتصور أنه حكومة انتقالية قادرة أنها تقول اسمعوني، ما عملنا ثورة، أوكي عملنا ثورة، يجبنا ننتظروا شوية نحطوا يعني العملية السياسية على الطريق الصحيح وتونت لهو بالمشاكل الهيكلية، لكن احنا مشينا نصنعوا في مواطن شغل وهمية باش فرقنا الفلوس ما غير حتى مقابل حقيقي، ما غير حتى انتاجية تخلق ثروة وبالتالي تخلق نمو اقتصادي، وخلقنا مواطن شغل في الوظيفة العمومية اللي ما تقابلهمش زادة انتاجية، ويعني واحنا عندنا وظيفة عمومية كبيرة برشا وفيها العديد من العاملين، وبالتالي ما نعملنا العكس متاع ما يجب فعله. لازمنا كان وعندنا العديد من المؤسسات الاقتصادية أقفلت في النقطة هذه بالذات. دكتور خلينا نشوفه مع بعضنا، رصدنا آراء بعض المعنيين بشأن الاقتصادي على الانعكاسات الأزمة الاقتصادية هذه على الانتاج والمنتوجية، على المؤسسة الاقتصادية، على الاستثمار، على حتى على قفة المستهلك والمواطن العادي معناها وعلى جيبه في تونس عموما وفي صفاقس على وجه الخصوص، رصدناها في هذا الروبورتاج، نتابعه مع بعضنا وبعد نرجع نكمل حديثنا. هو ثابت معناتها الظروف اللي تمر بها البلاد عندها انعكاسات على الوضع الاقتصادي وبالاخص على المواطن التونسي اللي توا معناتها يشكي من برشا حاجات، ما عادش خالط باش يعبي قفته، ما عادش خالط باش يقري ولاده، ما عادش خالط بحكم انه الوضع صعيب وظروف صعبه. اولا اذا نقولوا استثمارات فهي تكون منعدمه، وسواء كان اجنبيه او استثمار وطني، لأن الوضع الأمني في البلاد منهار، مش مدهور لأنه منهار. عندما تحدث عن الاغتيالات تحدث عن الموت وعن وجود السلاح معناه هنا وهناك، فهو منهار الوضع الأمني في البلاد. هو ديما شكون يدفع كيما نقول الفاتورة؟ هو ديما الخدام،
الخدام هو اللي يدفع الفاتورة. علاش؟ خطر يعني اللي لبسنا عليه ممكن يبدل البوست ما عجبتوش تونس يمشي لبلاصة أخرى، لكن الخدام هو اللي عايش لهنا. وقت اللي تزيدوا أنت مثلا ما نعرفش 3000 فرنك وواحد وبعد تزيدوا في القفة معناها 4000 فرنك، ديجا هو خاسر ديجا معناها من الأول ما نجمش يوصل معناها المشكلة. والمشكلة من الخدام زاد نتاعنا التونسي كالعقلية، لأن بالثورة هذه زاد يعني من ناحية الإنتاجية زاد توخرت التالي، ما زدناش احنا بالإنتاجية. الإضرابات خلال الفترات الحالية تشهد معناها تناقصا وتشهد معناها نقص الدعم باعتبار وأنه ثم تشاور بين النقابات وبين أصحاب المؤسسات لمحاولة المرور بهالمؤسساتهم في الفترة هذه إلى بسلام خلال الفترة هذه. احنا اللي حسيناه في المدة الأخيرة كان ثم بعض التحكم في 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 الأسعار بالنسبة للقفة التونسي، كان ذلك ثم بعض المنتوجات اللي توفرت في الأسواق، ولكن بصراحة يلزمنا نقوله اللي أي معناتها عدم استقرار على المستوى السياسي يؤدي بعدم استقرار على المستوى الاقتصادي، وتظهر نتائجه مش آنيا، معناتها مش بصفة آنية، ولكن تظهر نتائجه بعد معناتها أشهر. فمش سياسة واضحة، سياسة اقتصادية بيان سور، معناها ما فمش بعد نظر في رسم السياسات الاقتصادية، ما فمش سياسات اللي من شأنها باش معناها تنقص من التضخم، يعني أنه نساهم يمكن أنسرت في وقت من الأوقات البنك المركزي خذا بعض القرارات فيما يخص القروض المباشرة اللي احنا معناتها أي تونسي كان ينجم ياخذها، قروض استهلاكية بحتة معناها. يمكن القرار هذا كان صائب نوعا ما باعتبار وأنه ما يساهم كان في الترفيع في الاستهلاك في السوق، وهذا بالطبيعة معناتها من شأنه باش يساهم في ارتفاع الأسعار. دونك يمكن السياسة هذه اللي كانت يعني وقتية نوعا ما نجم نقوله كانت سياسة معناتها ذات جدوى، ولكن من ناحية أخرى فما العديد من القرارات اللي تتخذ مثلا فيما يخص يعني التشجيع على الاستثمار، فيما يخص مثلا النقص في البيروقراسي في الإجراءات. من المفروض يعني احنا توا في مرحلة يلزمنا النقص في الإجراءات الإدارية، النقص في الباباس في الأوراق في الملفات للتشجيع على الاستثمار. مشاهدينا الكرام، نعود لاستكمال حديثنا مع الدكتور أشرف العيادي. دكتور، شنو تعليقكم على الآراء هذه؟ هو أنا في شيء اللي نجمه نلاحظوه في الآراء هذه، أول شيء أنه الناس كل تلاحظ أنه ثم نقص في الانتاجية، أنه الناس في المرحلة الانتقالية هذه ينتظروا في وقت الاستقرار باش يرجعوا المستوى معهود من الانتاج والانكباب على العمل. وضعية الانفلات السياسي خلت الناس زادة يعني في حالة نفسية ما هيش مؤهلة للعمل والجد والكد، والناس ما هيش قاعدة تبني، وما هيش قاعدة تحلم. الوضعية الانتقالية هذه ما خلتش الناس تحلم مستقبل آخر، وهذا عادي جدا لأنه المرحلة الانتقالية ما تنجمش تبني عليها على طويل. المرحلة الانتقالية هي معناتها مجرد مرحلة مرور، ومرحلة المرور هذه للأسف الشديد قاعدة تطول، وعمال ما هي تطول عمال ما تضغط نفسانيا على الناس اللي تخدم، وتضغط نفسانيا على العاطل على العمل. فاللي يخدم يقول على كل حال اللي مشغلني ما ينجمش يطردني تو لأنه ثم ضغوطات اجتماعية والدولة ما تخليش وما إلى ذلك، وبالتالي هو يتراخى. ثم زاد اللي يقول لك نخدم ولا ما خدمتش، الشهرية ما هيش مش تتبدل وبالتالي ما نخدمش. واللي عاطل على العمل يقول لك لا تو مرحلة متاع انفلات سياسي وما إلى ذلك، لازمني نطلب تو، لازمني نهبط الشارع ولازمني نعطل المصالح نتاع العباد، وفي اطار اني نضغط باش ناخذ خدمه. ويزيد الوضع يتأزم، واحد من معناتها المثال في فوسفات قفصه، معناتها فوسفات قفصه راهو العاملين معناتها زادوا ب 40% على حد ما فهمت في المجمع،
والإنتاجية نقصت بالنصف وأكثر من النصف. يعني معناتها المعادلة غير متكافئة. ومرة أخرى هذا يدفعنا إلى القول بأنه المرحلة الانتقالية ما لازمهاش الطول أكثر من اللازم، لأنه الفاتورة سوف تكون باهظة وباهظة جدا، واللي مش يدفع الفاتورة هما التوانسة الكل، عاطلين أو يخدموا. وأنه إعادة الاقتصاد التونسي إلى الطريق الصحيح مش يكون معناتها أطول وأصعب على الحكومات اللي مش تجين بعد، واللي هي حكومات نتمنوا أنها تكون مستقرة وعندها مدى طويل باش نجم تعمل سياسات اقتصادية واجتماعية ذات جدوى. سيداتي سادتي، هكذا نأتي إلى القسم الأخير واللي باش نخصصوه للحديث عن أفاق الخروج من الأزمة. دكتور، هل من حلول جذرية للخروج من هذا النفق الضيق، وما هو الاقتصاد التونسي المنشود؟ شوف، أول حاجة يلزم أنه الدراسات اللي تمت على المستوى القطاعي في كل القطاعات الحيوية في الاقتصاد التونسي يتم تفعيلها، لأنه ثم برشا دراسات استراتيجية تمت، ولكن الاستنتاجات اللي خرجوا من الدراسات الاستراتيجية هذوما لم يتم تفعيلهم. ثم دراسات استراتيجية تمت على مستوى قطاع السياحي. قطاع السياحي يلزم إعادة نظر تامة وشاملة، لأنه احنا استثمرنا في السائح اللي ما عندوش إمكانيات كبيرة. ويعني كيف نشوفوا نقارنوا المغرب مثلا، المغرب تدخل أقل منا سياح وفي نفس الوقت دخل أكثر منا عملة صعبة في السياحة. عندنا مشكلة متاع تموقع، متاع بوزيشن، متاع تموقع. التموقع هذية يلزمه يتغير. عندنا قطاعات حيوية كما مثلا التعليم العالي. التعليم العالي اليوم تشوف أنه الدبلومات وتشوف أنه الشهيد، يعني تشوف أرباب العمل، قل لهم أنت الشخص اللي معناتها تشغله اليوم ينجم معناتها يندمج سريعا في لا، علاش؟ لأنه احنا المنوال أصلا متاع الأساتذة الجامعيين، غير مسموح لهم أنهم يخدموا مع المؤسسات الاقتصادية وأنهم يربطوا الصلة. ما ثماش مكتب تربصات قوي وقوي جدا داخل الجامعات باش يربط الصلة مع الـ مع الـ مع الطلبة. هذه الدكتور هامة، على خاطر معناها التلميذ ولا الطالب التونسي وقت اللي يجي للحياة المهنية الفعلية يلقى روحه ناقص برشا. علاش؟ على خاطر ما عملش تربصات في وقت الدراسة نتاعو، ولا عمل تربصات ما عندهمش علاقة كبيرة او ما فيهمش تفكير، ولا ساعات حتى مش في مجاله. معناها المشكلة ماهيش مشكلة ما نجموش نلومو على الطلبة. الخدمة هذه يلزم تخدمها الدولة. الدولة يلزمها تفعل الترابط الحيوي والعضوي بين المؤسسات الجامعية وبين المؤسسات الاقتصادية. أول حاجة هو مراحل. أول حاجة إعادة الاعتبار للبكالوريا التونسية، لأنه أنا نسب النجاح اللي قاعد نشوف فيها في البكالوريا التونسية لا تعكس جودة حقيقية للشهادة بكل مصداقية. ثاني حاجة يجب أنه المؤسسات الجامعية والمؤسسات الاقتصادية يعملوا مشاريع مشتركة، وأنه المؤسسات الاقتصادية يكون لهم دخل في تحديد المواد المدرسة وأيضا محاولة إدماجهم في التدريس أصلا، لأنه الواحد يكون عنده شهادة دكتوراه ما يكفيهش أو ما يعرفش كل شيء هو. ثم برشا عبيد بعد ما تعمل الدكتوراه متاعها العالم يتقدم ويتطور وتتبدل الأمور، وهما معناها مازالوا ما واكبوش. والشيء الثالث والأخير بالنسبة للتعليم العالي باش نخليه مستوى القدرات التشغيلية ومستوى الترابط أكبر، يلزم أنه المؤسسات الاقتصادية تشارك بطريقة كبيرة في دعم برامج البحث وفي تأطير رسالات الماجستير وفي رسالات الدكتوراه وما إذا لذ. هذا الكل الواه باش نخليه الناس المستثمرين يعطيه الثقة في المستوى التعليمي متاع الطلبة، وإنه الطالب ما يخرج بشهادة تقول إنه هو عنده معلومات نظرية، لكن يجب أن يكون للطالب اللي عنده شهادة وحامل الشهادة عليا إنه يكون عنده معلومات يعني تطبيقية، وأنه يكون سهل الاندماج في سوق شغل. نجيو للقطاع البنكي، هل نحن في حاجة لإعادة هيكلة القطاع البنكي؟ تماماً، لأنه احنا 11 مليون وعندنا 22 بنك
تيجان. بمعنى؟ بما معنى بأنه يعني ثم أكثر بنوك من اللي يتحملوا السوق، وثم العديد من البنوك هي بنوك مشتركة بين الدولة التونسية والدول الأخرى، وهي بنوك صغيرة جداً ولديها عدد قليل من النقاط التجارية، وليس هنالك أي معنى لوجودها في السوق التونسي. السوق التونسي باش يكون عندنا بنوك قوية كما في المغرب، في المغرب البنوك قوية وخرجت من المغرب واشترت بنوك في إفريقيا وتوسعت وأصبحت يعني منظمات دولية كبيرة. احنا ما عندناش بنك في تونس قادر انه يقوم بالعمليه هذه. هنا يجي دور البنك المركزي دكتور. البنك المركزي مشكلته انه يقوم بدورين اللي في حد نظري انا ممكن يجب انه الفصل بيناتهم. البنك المركزي عنده دور المؤسسه النقديه، يعني هو يقوم بالسياسه النقديه للدوله، وهذا دور. وثم الدور الثاني هو مراقبه البنوك، معنى سياسه الموازنه. لا، سياسه الموازنه كان عنده وزاره الماليه، لكن هو عنده السياسة النقدية، يعني سوق الصرف وقيمة الدينار، نسب الفائدة وما إلى ذلك. بينما المراقبة على البنوك، أنا نعتقد أنه على مستوى مراقبة البنوك البنك المركزي لازم يفرض على البنوك التونسية أنهم يعتمدوا المقاييس الدولية. تعرف احنا بالدو من وسط التسعينات ما نجمناش نطبقوه في تونس. بالدو هو مستوى مراقبة للمخاطر على مستوى البنوك، يعني أغلب البنوك في العالم قاعدين يعتمدوه، احنا في تونس ما نجمناش. بل تروى اللي هي خرجت توا، العديد من البنوك الفرنسية بداوا يخدموا فيه وما إلى ذلك، وهذا الكل راهو لتفادي أزمة اقتصادية ومالية. البنك المركزي لازم يخدم خدمتين توا، يلزم يفرض على البنوك التوانسة وحتى البنوك المشتركة الموجودة على أرضه أنهم يلتزموا بالمعايير الدولية الأكثر صرامة. والأكثر صرامة مرة ثانية، معناتها ما ثماش حتى تساهل في الموضوع هذايا، لتفادي إفلاس أحد البنوك كما شفنا في بلدان أخرى، وبالتالي الدولة هي اللي هي معناتها عندها مشاكل ديون تمشي ترسيلها معناتها تنقذ في بنوك، معناتها يلزمنا نتفاديو هذايا. ولازم البنوك العمومية يلزم النظر فيهم ماليا، لأنه عملية الجرد اللي قائمة حاليا حول ثلاثة من أهم البنوك العمومية في تونس هي عملية مهمة، ثم العديد من الناس قاعدين يتخوفوا منها وما إلى ذلك. أنا نحب نوجه رسالة طمأنة ورسالة تحذير. قبل ما نجيو للرسالة هذه دكتور، دكتور فيما يخص حسن استغلال القروض، كيفاش يمكننا استغلال القروض هذه على أحسن وجه؟ هو إعادة هيكلة القطاع البنكي والمصرفي مش تمكننا من أن نخليه الجدوى متاع القروض اللي تعطيها البنوك أكبر وأفيد للاقتصاد الوطني. باش نعاود نرجع لك للنقطة اللي حاولت اللي عرجت عليها، هو أنه رسالة الطمأنة هو أنه كيف احنا نعمل جرد وتدقيق في وضعية البنوك العمومية هو حاجة باهية، مش تعطينا الوضعية الحقيقية متاع البنوك العمومية هذية، وإسك معناتها هل هم واقفين على ساقيهم بالحق، وهل أنه ثم مخاطر كبيرة منهم ولا لا. ورسالة التحذير، رسالة التحذير هي شنية؟ هي أنه البنوك العمومية هذه توجدت بعد الاستقلال لخدمة ظرف معين، وعاونت الكثير الكثير الاقتصاد التونسي في أنه معناتها يتطور وأنه يتقدم وما إلى ذلك، وخذت على عاتقها وعلى معناتها البنوك هذه الكثير من التنمية في البلاد. لكن المرحلة هذه مرت والعالم تغير، والبنوك والطريقة اللي تتصرف بها المصارف والطريقة اللي تتسير بها المصارف تبدلت تماماً مقارنة بالستينات والسبعينات والثمانينات، وبالتالي احنا يلزمنا نواكبه. وباش نخليه البنوك في وضعية تخليها أول حاجة تتفادى مخاطر الإفلاس، ومن جهة أخرى تكون عندها قدرة أنها تعطي قروض ذات جدوى للمؤسسات الاقتصادية، عملية الهيكل هذه مش تكون مهمة ومهمة جدا. نداء الواجب الوطني يقتضي تقديم تقييم عملي وموضوعي للوضع اللي تعيشه البلاد حاليا، ولكن أيضا يقتضي تقديم حلول عملية تخرجنا من التجاذبات هذه الكل وتخرج البلد من المرحلة الحساسة اللي نعيش فيها. دكتور، ما هي رسالتكم أولا للمواطن، للاقتصاديين وللسياسة؟ أول حاجة المواطن يلزمنا نقولوا له أنه الوضع الانتقالي هذايا يلزم شوية صبر.
وانا المواطن اللي عنده خدمه لازم نقول له انه على قدر ما هو يضحي ويقوم بانتاجيه طيبه على قدر ما هو معناتها الناس كل مش تكون مستفيده. ونقول للعاطل على العمل انه هذه فتره صعبه، احنا حبينا نعملوا ثوره ويلزمنا نتحملوا اعباء العمليه هذه ولازمنا نصبروا شوي. بالنسبه للاقتصاديين نحب نقول لهم انه التحليل الاقتصادي المحايد معناتها يلزم يكون مسموع، ويلزم العلاقات اللي تكون موجوده مع الاحزاب السياسيه ما لازمش يكون عندها تاثير سلبي على مصداقيه التحليل الاقتصادي، لانه البلاد بحاجه الى كل طاقاتها وكل قواها باش كلنا نخدموا للمصلحه الوطنيه مش لمصلحه زيد او عمرو. وممكن اعتقد انه الرساله اللي يلزمنا نوجهها لكل من هو في المسؤوليه في تونس هو وحتى خارج تونس دكتور، بالنسبه للكفاءات التونسيه الموجوده في المهجر زاده موضوع الكفاءات الموجوده بتونس هو في الحقيقه هما الظاهر انه مش في حاجه لنا حاليا معناها. وكما شفت انت بعد الثوره ثم بعض التوانسة اللي معين في الخارج في المهجر اللي وقت اللي أملى عليهم نداء الواجب فأخذوا أول طيارة وجاءوا. أنا أعتقدش أنه لو معناتها وضع البلاد في مأزق من نوعية هذه ما لازم حتى حد يشك أنه الكفاءة التونسية بالخارج ما عنديش الحد الأدنى من الوطنية أن تنقز في أول طيارة وتسلم في كل هذا واضح. غير أنا نحب فقط نقول إنه الرسالة معناتها رسالة فقط على مستوى تسيير الدولة، يعني يلزم الدولة ما راهي ما تنجمش تعمل كل شيء، الدولة التونسية ما تنجمش تعمل كل شيء، الدولة التونسية في مرحلة انتقالية حاولت أنها تعمل برشا حاجات في نفس الوقت وهي ما عندهاش الإمكانيات فاقترضت وحاولت أنها تشري السلم الاجتماعي بالفلوس. والفاتورة مش تكون باهظة ومش تحملوها معناتها أجيال بعد. وأنا نعتقد أنه يلزم المنوال الاقتصادي الجديد اللي نبنيوه لبلادنا بعد المرحلة الانتقالية يكون منوال اقتصادي مبني على أنه الدولة تكون عندها دور محدد، وأنه يكون تداخلها مع الاقتصاد يكون أقل شوية. أنا ضد الليبرالية المتوحشة وضد الرأسمالية المتوحشة، لكني أعتقد بأنه لما دولة صغيرة كما دولة تونسية تحاول أنها تتجاوز إمكانياتها وما يتاح لها وأنها تعمل حاجات اللي هي ماهوش دورها فإنها تعملهم بطريقة خاطئة، وهذه الفاتورة تدفعوا الناس كل. شكرا لك دكتور. لكن ما هي الرسالة اللي تحب تتوجه بها للطبقة السياسية كخبير اقتصادي تونسي وككفاءة تونسية موجودة بالمهجر؟ شوف أنا نعتقد أنه ثم حادثة تاريخية يعرفوها الناس كل هي تولي الخليفة عمر بن عبد العزيز الخلافة، والقصة المشهورة هي أنه زوجته قطوي يبكي قال لها حاولت أنها تستفسر عليه شو يبكي، وقال لها بما معناه أن نبكي على كيفاش ربي سبحانه وتعالى مش يحاسبني، مش أنا فقط لكن مش يحاسبني على كل جائع وعلى كل فقير وعلى كل ضائع وعلى كل تائه وعلى كل يعني بما معناه. أنا أول حاجة نعتقد أنه في تونس احنا نفتقد إلى سياسيين، عمر بن عبد العزيز كان لهم أو لهم قدوة، لأنه لو أنه عندنا سياسيين في تونس يبحثوا على التوافق ويبحثوا على الخروج من الأزمة الاقتصادية للبلاد ويبحثوا على التشغيل لأولادنا ويبحثوا على الخروج من الفقر راهو عمرنا ما طول علينا المرحلة الانتقالية بالطريقة هذه. نعتقد أنه ليس لدينا في الطبقة السياسية الحالية شخص بالمنوال هذية وشخص بالتفكير هذية، وأحنا بحاجة إلى ذلك. يلزم السياسيين كل يفهموا أنه كنا في فترة انتقالية أو كنا في فترة أخرى أنه كل قرار سياسي ما احناش نقروه لأنفسنا، ما احناش نقروه لأحزابنا، لكن نقروه الأجيال القادمة لأولادنا وأولاد أولادنا. الدولة التونسية دائمة بعدنا وإلى أن يرث الله الأرض وما عليها وما شاء الله. وبالتالي احنا كيف نبنيه ما لازمناش نبنيه لأنفسنا أو لحلقة ضيقة ولازمنا يعني نتعظوا
ونكون بعاد على مظاهر معناتها تعنت، وما لازمناش نقولوا يعني انه الملك يعني دائم بدوام قدرة الله ومشيئته، وربي ان شاء الله يهز البلاد لما فيه مصلحة التوانسة الكل. شكرا لك دكتور. إذن بهذا المجهود الذي قدمه الدكتور أشرف العيادي لقراءة الأوضاع الاقتصادية ومحاولة فهم أسبابها وتجلياتها وأيضا تداعياتها على الحياة اليومية للتونسي، يمكننا أن نطمئن المواطن التونسي. صحيح الوضع حرج لكنه ليس بالكارثي كما يصفه البعض، لكن في المقابل نطلب من كل التونسيين التعاون والتكاتف والوقوف جنبا إلى جنب لتخطي هذه المرحلة الحساسة والإيصال تونس إلى بر الأمان. دكتور، نرجو أن تكون رسالتك قد وصلت إلى كل تونسي، كل سياسي، كل اقتصادي. أيضا إن شاء الله يا ربي نتجاوز الاختلافات هذه الكل والخلافات والتجاذبات السياسية، خاطر هدفنا الناس الكل إن نخرج تونس إلى بر الأمان، إن ندافع ونكون كلنا تحت راية واحدة وهي مصلحة البلاد فقط لا غير. إن شاء الله يا ربي. شكرا لك دكتور، شرفنا بحضورك معنا اليوم، سعدت جدا بلقائك. سيدتي سادتي، هكذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من متابعة عن قرب. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. تحياتي.